حكايات مكافأة الجن للإنس على الخير والشر حكاية رقم واحد جاء في كتاب الهواتف لابن أبي الدنيا الحكاية التالية: كان عبيد بن الأبرص وأصحابه في سفر فمروا بحية وهي تتقلب في الرمضاء وتلهث عطشا فهم بعضهم بقتلها فقال عبيد هي إلى من يصب عليها نقطة ماء أحوج قال فنزل فصب عليها قال فمضوا فأصابهم ضلال شديد حتى ذهب عنهم الطريق فبينما هم كذلك فإذا هاتف يهتف يا أيها الركب المضل مذهبه دونك هذا اليكن منا فاركبه حتى إذا الليل تولى مغربه وسطع الفجر ولاح كوكبه فخل عنه رحله وسبسبه قال فسار به من الليل حتى طلع الفجر مسيره عشره ايام بلياليها فقال عبيد بن الابرص يا ايها الرقب قد انجيت من عمر ومن فيافي تضل الراكب الهادي الا تخبرنا بالحق نعرفه من الذي جاد بالنعماء في الوادي فقال مجيبا له انا الشجاع الذي ابصرته رمضا في ضحضح نازح يسري به صادي فجت بالماء لمن ظن شاربه رويت منه ولم تبخل بانجاد الخير يبقى وان طال الزمان به والشر اخبث ما اوعيت من زاد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن المريمي انه قال كنت أقتنس الحمر أي أصطاد الحمر فخرجت ذات يوم فبنيت كوخا في الموضع الذي تريده للشرب فلما وردت سددت سهما فإذا أنا بهاتف يقول يا منهلة حمرك فنفرت الحمر كلها فانصرفت ومعي جارية لي يقال لها مرجانة ومعي حماران فشددتهما من وراء الجبل وفوقت سهمي وجلست اركبهما فلما طلعت الحمر لم اجنح الى تلبث فرميتها فصرعت حمارا منهما ثم قلت قد فقدت حمارها منهله اتبعتها سيحله منسله كذنب النحلة يعلو الجلتي قال فاجابني مجيب قد فقدت حمارها مرجانة، أتبعتها سيحلة حسانة، في قبضة عصراء في سريانة، فقالت الجارية: يا مولاي، قد مات والله أحد الحمارين، والمنهلة: النهل هو أول الشرب، والمنهل الشرب والمنهل المشرب وهو عين ماء تريده الإبل في المراعي والناهل في الكلام العطشان والأنثى ناهلة والمنسلة نسل في العدو يعني سريعة الجري ينسل نسلا أي أسرع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وفي قصة أخرى لعمر بن الهيثم عن أبيه قال خرجت أنا وصاحب لي فإذا بمرأة على ظهر الطريق فسألت أن نحملها فقلت لصاحبي احملها قال فحملها خلفه قال فنظرت إليها ففتحت فمها فإذا يخرج من فيها مثل لهب الأتون أي الفرن المشتعلة فحملت عليها فقالت ما لي ولك وصاحت صيحه كبيره فقال صاحبي ما تريد من البائسه قال ثم سار ساعه ثم التفت اليها ففتحت فاها كما فعلت المره الاولى فاذا يخرج مثل لهب الاتون مره اخرى قال فحملت عليها ذلك حتى فعلت ثلاث مرات قال فلما رايت ذلك صممت فظفرت اي وقفت في مكاني فوقعت فاذا هي بالارض فقالت قاتلك الله ما اشد فؤادك ما راه احد قط الا انخلع فؤاده هذا والله اعلى واعلم. الشياطين تتآمر على عروة بن المغيرة فلا يقدرون عليه جاء في كتاب الهواتف لابن أبي الدنيا عن أبي الأسمر العبدي قال خرج رجل في جوف الليل إلى وهر الكوفة بالعراق فإذا هو بشيء كهيئة العرش واذا حوله جمع قد احدقوا به قال فَكَمِنَ من الرجل ينظر اليهم اذ جاء شيء حتى جلس على ذلك العرش فقال والرجل يسمع كيف لي بعروه بن المغيره فقام شخص من ذلك الجمع فقال انا لك به فقال علي به الساعه قال فتوجه نحو المدينه قال فمكث مليا ثم جاء حتى وقف بين يديه فقال ليس لي الى عروة سبيل فقال الذي على العرش ولما قال لانه يقول كلاما حين يصبح وحين يمسي فليس اليه سبيل فتفرق ذلك الجمع وانصرف الرجل الى منزله فلما اصبح غدا الى الكناس واشترى جملا ثم مضى حتى اتى المدينه فلقى عروه بن المغيره فساله عن الكلام الذي يقوله حين يصبح وحين يمسي وقص عليه القصه فقال اني اقول حين اصبح وحين امسي امنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ثلاث مرات والجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد والله تعالى أعلى وأعلم.